الاضطرابات النوم المعروفة الأرق أو الإنسوميا، وبيجي في شكل إن أنا صعب إن أنا أدخل في النوم، أو بصحى في نص الليلة كذا مرة، أو بصحى بدري عن ميعاد صحياني وما بعرفش أرجع للنوم تاني. الأرق ممكن يجي مصاحب لاضطرابات نفسية زي القلق أو الاكتئاب أو اضطراب ما بعد الصدمة، ممكن يجي مصاحب لأوجاع مزمنة أو آلام مزمنة أو صداع مزمن، وبنحتاج في الحالتين استشارة طبيب، ولو باخد دواء يكون تحت إشراف طبي.